معنا في هذا الافتتاح الرسمي للحاضرين معنا رئيس أمن الطائرة هذا التربص يشمل 10 ايام وعدد المتربصين كاين 48 منشط فيهم جميع بلديات ولايه نعمه مشاركه هنا. التربص هذا مؤطر من طرف مديري ومسيري ومنشطين قدماء تابعين لولايه نعمه. يشمل هذا التربص فترات مسائيه وصباحيه وسهرات ليليه، وكل هذا يعني باش نعطوا مؤهلات ونعطوا الوسائل للشباب هذول المقبلين على تغطيه المخيمات الصيفيه باش ان شاء الله يشرفونا. درجه اولى الحمد لله، اليوم التربص نهار الاول فات في ظروف حسنه، تعلمنا شي صوالح الحمد لله ما كناش نعرفوها، والحمد لله مازال باقي كما قال لك 10 ايام واحده اخرى ان شاء الله نزيدوا نتعلموا اكثر واكثر صوالح، نزيدوا نكتسبوا معارف جديده حتى يكونوا خير مرافق لابنائنا اللي يشاركوا في المخيمات الصيفيه. ان شاء الله راح يبدا اليوم هذا التربص ويدوم الى غايه مده 10 ايام. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لابنائنا، وان شاء الله رانا كقطاع دائما واقفين ان شاء الله لنجاح هذا التربص.